بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الكثير منا يسأل: كيف أصل إلى مرحلة الخشوع والتلذذ بالطاعة إذا رأينا أحدا يبكي من خشية الله؟ جميعنا نغبطه، المؤمنون بالله يغبطون هذا الإنسان ويتمنون أن يصلوا إلى ما وصل له هذا المؤمن. الخشوع هو حلم كل مؤمن، كل مسلم يتمنى أن يصل إلى هذه المرحلة من الصفاء والطهارة والنقاء والراحة النفسية والشعور بالقرب الإلهي والحب الإلهي والمعية الإلهية. أعطيكم هذه النصيحة: من أهم أسباب الوصول إلى الخشوع الافتقار إلى الله، التذلل. عندما تركع تستشعر أنك ذليل بين يدي الله. والله يا أخواني أخواتي، من أعظم الأسباب التي تجلب لك الخشوع هذا الشعور، استحضار التذلل. أبلغ هيئة للتذلل هي هيئة السجود. ماذا قال الله تعالى عن هذه الهيئة التي فيها المبالغة في التذلل؟ قال سبحانه وتعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلما زاد التذلل كلما زاد القرب. اجعلها قاعدة في حياتك، كلما زاد افتقارك واعترافك وتذللك وانكسارك كلما زاد القرب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. الافتقار إلى الله والتذلل هو العبادة، أساس العبادة الافتقار والتذلل. والحكمة والذكاء الحقيقي أنك تستخدم هذه العبادة في حياتك كلها. أي فرصة تأتيك وأنت لوحدك، ذاهب إلى عملك، في سيارتك، في مكتبك، لا يراك أحد، استخدم أسلوب الافتقار. دائما اعترف: يا رب أنا ضعيف، أرجوك أحتاجك. يا رب أنا أحتاجك، أنا ضعيف. أعلم يا ربي، أعلم يا الله أن عندي ذنوب ومعاصي، وأنا أستحي منك. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إلهي وعزتك وجلالك، أنا لولاك عدم، أنا لولاك ميت الآن. أنت الذي تحييني وتطعمني وتسقيني، أنت الذي تجعلني أبصر وأرى. اللهم أنا الفقير تحت غناك، أنا الكسير تحت رأفتك ورحمتك، يا أرحم الراحمين. إلهي ربي مولاي، أحتاجك، أرجوك، لا تتركني يا رب. أرجوك يا رب وفقني لمرضاتك، وفقني لأن أكون من أوليائك. أرجوك يا رب اكتبني من أحبابك، اجعلني من خاصتك، اجعلني من المقربين. كلما زاد الانكسار والافتقار والاعتراف والتذلل زاد القرب وزادت العزة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والله سترى أمام عينك المعية الإلهية والولاية الإلهية والتوفيق الإلهي. تتغير حياتك، ولكن مثل ما بلغتكم، الذي يستمر على هذه الطريقة. أناس جربوها ورأوا أمام أعينهم الكرامات. قال سهل التستري: ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار. قال بعض الصالحين: كلما شعر العبد بالافتقار للرب استنار الوجه بنور القلب، وصار سعيدا مسرورا لا يحيده عن الطريق أحد، ولا ينغص عليه سيره أحد. يرى الابتلاءات رفعة للدرجات، ويرى الأعطيات كرامة وحبا له. والله سترى أمام عينك.
والله.